وللمزيد من التغطية المباشرة لمتابعة الحالة الجوية التي تمر بها المملكة ينضم إلينا من المحافظة الجنوبية مراسل مركز الأخبار خالد العون. أهلا بك خالد، هل لك أن تضعنا في الصورة بشأن آلية التعامل في موقعك الحالي بالمحافظة الجنوبية، آلية التعامل مع التداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة؟ نعم، شكرا للزملاء في مركز الأخبار. تواجدنا اليوم منذ صباح الباكر في محافظة العاصمة، حيث تشهد مملكة البحرين اليوم تساقط أمطار الخير والبركة على مختلف محافظات المملكة في هذه الحالة المطرية التي تشهدها مملكة البحرين. جهود كبيرة وجبارة بذلتها وزارة البلديات ووزارة الأشغال بالتعاون أيضا مع كافة الجهات المعنية وأيضا وزارة الداخلية للتأهب لهذه الحالة الجوية التي تمر الآن في منطقة الخليج العربي. وزارة البلديات في الحقيقة تعاملت مع هذه الحالة المطرية بالاستعداد الكامل والتام لشفط تجمعات مياه الأمطار، وذلك إسهاما لعودة الحياة لطبيعتها وإزالة كافة هذه التجمعات في مختلف شوارع المملكة. هناك جهود كبيرة تقوم فيها أمانة العاصمة وبالتحديد في منطقة سند. للحديث حول هذه الجهود يسعدنا أن ينضم معنا المهندس خليفة الكعبي، قائم بأعمال رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة. نرحب بك. مرحبا بكم. طبعا إدارة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات مسبقة لمثل هذه الحالة المطرية التي تمر الآن على مملكة البحرين. أمانة العاصمة قامت بالاستعداد الكامل والتام لمثل هذه الحالة المطرية منذ أيام مسبقة، فلو تحدثنا عن أبرز الجهود خلال الأيام السابقة للاستعداد لهذه الحالة المطرية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فور ورود التوقعات من قبل إدارة الأرصاد الجوية بخصوص وجود توقعات لنزول أمطار الخير على مملكة البحرين، قام المعنيين بالتنسيق مع وزارة الأشغال ووزارة الداخلية والجهات المعنية بعمل جولات تفقدية على مستوى جميع المناطق في أمانة العاصمة للوقوف على الأماكن التي شهدت تجمع لمياه الأمطار في الفترة السابقة. وبناء عليه قام المعنيين بتوفير عدد 14 صهريج وتوزيعها على مختلف المناطق في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى وجود عدد 7 مضخات تعمل على مدار الساعة لشفط مياه الأمطار وإعادة تفريقها في الأماكن المناسبة لذلك. بالإضافة إلى ذلك قام المعنيين في قسم الرقابة والتفتيش بعمل جولات تفقدية على الأماكن التي ممكن أن تشكل خطورة. من خضم عملنا احنا نتأكد من سلامة جميع الأبنية، سلامة العينات الموجودة في الشوارع، في بعض الحالات إذا كان وجود رياح قوية من الممكن أن تسبب اقتلاع للأشجار. فقمنا بحملات تفتيشية نتأكد من سلامة الوضع القائم على حسب التوقعات اللي متوفرة لدينا، بتكون في موجة ثانية للأمطار إن شاء الله. نحن على تم الاستعداد لذلك، الصهاريج تعمل على مدار الساعة لشفط مياه الأمطار والمضخات كذلك لضمان سير الحياة الطبيعية وعدم تأثر مملكة البحرين بذلك، وإن شاء الله الله يجعلها أمطار خير وبركة علينا يا رب. أكيد بدورنا نشكركم على جهودكم المبذولة في التأهب الكامل لمثل هذه الحالة الجوية، وأيضا مشاهدينا يسعدنا أن ينضم معنا في هذا اللقاء المهندس يوسف البناء، قام بأعمال رئيس مجموعة النظافة العامة في أمانة العاصمة. نرحب بك. مرحبا خالد. يعني بالتأكيد هناك جهود قامت بها وزارة البلديات متمثلة في أمانة العاصمة وأيضا كافة البلديات في مملكة البحرين، فما هي أبرز الجهود التي قمتم بها منذ هطول المطر اليوم؟ منذ هطول المطر منذ الصباح الباكر على مملكة البحرين هناك جهود كبيرة قمتم بها لشفط تجمعات مياه الأمطار، فلو تحدثنا عن استعدادكم التام لمثل هذه الحالة المطرية. طبعا فريق طوارئ الأمطار التابع لأمانة العاصمة من قبل ما تبتدي المطرة منتشرين ومتوزعين في مناطقهم ومواقعهم لمباشرة، وبعد ما هطل المطر باشروا في شفط الأمطار المواقع اللي صار فيها ضرر وتجمعات لمياه الأمطار، والمفتشين متواجدين دائما في المناطق بجولات تفقدية لمعاينة الأضرار والقيام باللازم بأسرع وقت ممكن، مثل الوضع الحالي اللي نشهده حاليا في منطقة سند في نقطة تجمعت فيها مياه الأمطار والصهاريج شغالة حاليا، وكذلك المضخات على أهبة الاستعداد مشغلينهم، والبعض الآخر ما تم تشغيله. في حال تطورت الحالة المطرية التي تشهدها مملكة البحرين سيتم تفعيلها، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على الجميع. نعم، يعني المهندس إلى متى سوف تقومون بدوركم خلال هذه الحالة المطرية؟
طبعا دور أمانة العاصمة في شفط مياه الأمطار ما تنتهي وقت اللي توقف المطرة، تستمر لما تقوم بأعمال الشفط للشوارع الداخلية والساحات المفتوحة، وبعدها يتم دور أمانة العاصمة. بالتأكيد مشاهدينا نشكر جهود أمانة العاصمة وأيضا كافة البلديات في مملكة البحرين على جهودهم للتأهب الأقصى أو لمثل هذه الحالة المطرية التي تشهدها مملكة البحرين، وخصوصا في محافظة العاصمة وبالتحديد في منطقة سند حيث نتواجد هناك.